هلا نحن كاشخاص طالبين لجوء دائما عندنا هم انه حيرجعونا على البلد اللي اجينا منه، حيرفضوا لجوءنا، قديش حنضل بالسجن، خصوصا الناس اللي بتجي على السجن ما حدا حاكي عن معلومات السجن، فبيكون عندك رهبه. ولازم نحكي ايش قد دفعنا للمهرب وهيك، اللي لازم نخبي الا شيء. طبعا في نقطه مهمه جدا، الاشخاص اللي بتجي بجواز سفر حقيقي، شفت مثلا انا بجنسيات كثير يمنيه ومصريه، كل ما بيكون عندك اختام جواز سفرك بيسالوك عنه وحده وحده، مثلا انت رحت على مصر بيقول لك بهذا التاريخ ليش كنت بمصر وشو كنت تساوي باي فندق نازل، رحت على السعوديه شو كنت تساوي بالسعوديه. يعني مثلا جواز سفر مصري، انا مصري او انا يمني، سلمتهم جواز السفر اثبات شخصيه، فبيفتلوا في جواز السفر بيشوفوا ختم راي على مصر، راي على المغرب، راي على وحده وحده، هذا ليش رحتوا شو سويتوا ايمت رحتوا. تمام. وفي احد الشغلات يعني هيك يكذبوا عليهم يقولوا والله سياحه او شيء لا يخص صراحه. مرحبا ومساء الخير شباب، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكخير تكونوا كلياتكم بخير. كثير ناس عم يسالوني فادي ليش ما عم تنشر لنا كل اسبوع كل ثلاث ايام تنشر لنا مقطع فيديو بتحكي لنا عن التهريب. يعني بظن انا حكيت كثير عن التهريب وعن الطريق وعن كل شيء، بس اليوم استضفت شاب واصل جديد على هولندا، وصل عن طريق مطار اسطنبول، طلع تهريب بجواز شبيه. بس لا تقولوا يعطينا رقم مهرب ومهرب، لاني هذا بصير تجاره البشر، عرفتوا كيف؟ هم بيعتبرون بأوروبا تجارة البشر. فهذا الشاب طلع تهريب من مطار اسطنبول إلى هولندا بجواز شبيه، فقدم اللجوء. فاليوم راح يحكي لنا شو صار معه في مطار أمستردام، شو اللي صار معه وكيف استقبلوه وكيف قدم اللجوء وش أطول له حتى أخذ الإقامة. وصحيح مثل ما بتحكي الناس إنه خلال 3 أيام، خلال أسبوع، خلال 15 يوم بياخذ الإقامة 5 سنوات، او كيف هل يتم ترجيعه على تركيا او على الدولة اللي جاي منها. يعني هلا مو ضروري من مطار تركيا، من اي مطار خارج الاتحاد الاوروبي بشكل عام. هلا داخل الاتحاد الاوروبي بتعرفوا انه ما بصير تقدم لجوء في المطار، خاص ناس يعني خارج الاتحاد الاوروبي توصل، كيف ما وصلت توصل، المهم يكون معك جنسية من خارج الاتحاد الاوروبي. مثلا انت معك جنسية تركية تروح تقدم نظامي، راح يعرفوك انك انت معك جنسية تركية، لذلك ما راح يقبلوا لجوءك، بتكون طالع بجواز شبيه. فاليوم راح يحكي لنا كيف وصل على مطار امستردام، كيف قدم لجوء، وش اطول لحتى اخذ الاقامه. مساء الخير اخوي، مساء النور. هلا معلش، انت ما الشاب ما رايد يطالع وجهه، يعني بتعرفوا انتم بخافوا هيك شغلات، يعني ما بحب يحكي يطالع وجهه. راح يحكي لنا بالتفصيل، بس هيك تحكي لنا كيف طلعت من المطار وكيف وصلت على مطار سيخبول في امستردام وقدمت اللجوء، وش كانت الاسئله اللي يسالوك اياها، وكيف ما سألوك على الباسبور وعلى أمور المطار بشكل عام، مش قد تطول لتاخذ الإقامة. تمام. أنا طلعت من اسطنبول بجواز شبيه، كانت رحلتي ترانزيت أمستردام. نزلت بأمستردام، أول شيء سويته طبعا شقيت الجواز الشبيه، لأنه في فرق بالتحقيق لما أنت إن يمسكوك بجواز شبيه وبينما تقول إنه أنا طالب اللجوء. يعني هاي نقطة لصالحك. بعد ما شقيت جواز الشبيه استنيت لحتى تروح طيارتي الثانيه، كان عندي ترانزيت طويل يعني فوق 14 ساعه. اول شيء بصراحه كنت خايف، ما بعرف، لانه يعني كل الفيديوهات على الانترنت كل الناس بتحكي على الفيسبوك، ما حدا شرح 100% شو بصير معك بالمطار هون. بس اطمنت قبل ما اسلم حالي بشوي فتره، لقيت العسكر الملكيين ماشيين اثنين وجنبهم واحد يمني بظن وبايده باسبوره، فشفتهم لطيفين بالمعامله معه، فهون اطمنت انه بتسلم حالي اموري تمام. المهم فشو ساويت انا؟ بعد فتره من ما رحت طيارتي سلمت حالي، لقيت اثنين عسكر ملكيين ماسكين اثنين شناتي وراهم واحد صيني حامل بيبي. قلت لهم انا سوري وبدي اقدم لجوء، فضحكوا وابتسموا، حتى بتذكر قلت لهم انه انا كان حلمي اني اوصل على هولندا، فابتسموا لي معامله لطيفه جدا. ما قالوا لك مسكوك بعنف تعال انت تهريب وانت وانت وانت؟ لا، احنا من كثر ما متعودين بالبلاد العربيه، حتى قلت له بدي لجوء حسيت شوي ثاني حيمسك الحزام يضربني. بس كانوا جدا لطيفين، قال لي نحن مشغولين هلا، انزل على المكتب اللي تحت. هم بيعرفوا معدي عليهم كل يوم، هذا عم يقدم لجوء كل يوم، اثنين وثلاثه عم يفوتوا بيقدم لجوء بمطار. اكيد اكيد، حتى هلا في شغله حاحكيها انا متاكد كلام حضرتك. المهم فنزلت لتحت انا، شو لقيت؟ لقيت الباسبور كنترول محل ما بيخدموا الجوازات. طلعت هيك لحالي، يعني مخ بتعرف طالع جواز شبيه، فخايف، قلت لحالي عمل لي فخ هلا هذا، ودي روح على الباسبور كنترول ده يمسكني. معلش سبقنا الاحداث، يعني انت في قلب الطياره شو سويت بجواز الشبيه؟ ما سويت شيء بجواز الشبيه صراحه، خليته معي. تركته معك؟ ايه تركته معي. وقدمت لجوء قلت لهم هذا الجواز جيت فيه؟ لا، وقت نزلت شقيت الجواز الشبيه بالمطار.
مو بقلب الطيارة. مو بقلب الطيارة. في ناس إيش بيسووا بقلب الطيارة؟ بيشقوا الجواز الشبيه وبيحطوه في قلب التواليت عند أكبر عدد. صحيح. وبيكبسوا الزر مشان ما يبين أثر له أبداً. صحيح. أنت ما شقيت بقلب الطيارة. أنا ما شقيت بقلب الطيارة بس ملاحظة هون للناس اللي بدها تجي إنه أحياناً وقت تنزل أنت من الطيارة بخرطوم الطيارة بيكون مستنينك البوليس. مشان شو؟ الجنسيات السورية اليمنية التركية مشبوهة بيقدموا لجوء. السورية. اليمنية والتركية. اليمنية والتركية. الثلاثة. الثلاثة. هدول مشبوهين. مشبوهين. فبشكل عام الرحلات كلها اللي فيها سورية ويمنية وتراك بس تنزل من باب الطيارة بتلاقي البوليس عم يستناك. بيمسك جواز سفرك بيسألك أنت بدك تكمل على الرحلة الثانية ولا بدك تقدم لجوء. طبعاً أنت ما مسافر نظامي على هولندا، أنت مسافر ترانزيت على هولندا بعدين تكمل على وجهتك. هي أسهل نوع من أنواع إنك الطرق اللي توصل لهولندا إنك تنزل ترانزيت. لأنه يعني بأغلب الجوازات مو مطلوب منك فيزا ترانزيت. بأغلب الجوازات. طبعاً يصدق شوي يعني. إيه تمام. أكثر شيء اليمنيين ما بدهم فيزا ترانزيت. يعني بيروحوا على ماليزيا أو جايين من ماليزيا ترانزيت أمستردام فهني بياخدوا يعني بيقدروا ينزلوا ترانزيت هون بدون فيزا ترانزيت وبيقدموا لجوء عادي. على جوازهم الأصلي بسنة بيقدموا لجوء. طبعاً. وأنا بنصح الناس بدها تقدم لجوء دائماً خصوصاً إخواننا اليمنيين يقدموا على جوازهم الحقيقي. لانه انت فجأة اذا ما بتقدم لهم اي اثباتات انه ما معك جواز سفر او هويه فانت حتضل بسجن المطار اللي هلا حنحكي عنه فتره طويله. هذا الشيء ضدك مو صح. تمام. انت شقيت الجواز بالمطار وكبيت وتخلصت منه. تمام. ورحت سلمت حالك لاثنين بوليس. سلمت حالي لاثنين بوليس قالوا انزل لتحت على مكتب الاميجريشن اوفيس مكتب الهجره. فقلت لك انا اني خفت يعني صراحة كحالي هلا يمسكوني ورجعوني. انت خفت يمسكوك رجعوك بالطيارة نفسها او غير طيارة يسافروك على تركيا او محل ما جيت. تماما. او اي بلد ما بعرف القوانين يعني وين المهم. فنزلوك على قسم تحت. نزلوني على قسم تحت. فعليا في مكتب للإميجريشن اوفيس مكتب الهجرة. فوقفت. فبصراحة ما شاء الله الهولنديين كتر وطوال وضخام لقيت اربعة مثل الافلام الاجنبية قلت لحالي حرص قلت لهم انا اسف يلا رجعتهم. فقلت له انا سوري بدي اطلب لجوء. قالوا لي اوكي اخذوا جواز سفري سوري. فتحوا هيك قلبوا شافوا شو فيه. قام لي تفضل لجوا. دخلت لجوا جاني واحد من العسكر قال لي تشرب شاي قهوه مي بكل لطافه. قلت لهم قهوه. قالوا لي معك التيكت تبعك؟ قلت لهم لا ما معي. قالوا لي اذا معك التيكت اسهل لك بتسهل علينا لانه راح يجيبوا لي اغراضي الشنطه تبعي بكل احترام. قلت لهم لا ما معي. كتبت لهم اسم الجواز الشبيه الثاني اللي طلعت فيه. ما لقوا شنطتي. كان في خطأ من قبلهم يعني في واحد من العسكر انتهت مناوبته فالظاهر ما ترك الورقة للعسكري الثاني. المهم فرجعوا بعد شوي سألوني شو الاسم الثاني. كتبت لهم اسم الشبيه راحوا جابوا لي شنطتي. قالوا لي انتظر. قالوا لا شو اسم الشبيه اللي جيت فيه طبعا هلا مشان يعرفوا انه باي مقعد كنت وين كنت شو اسم الشنطه المكتوب عليها. ايوه تمام. عشان يجيبوا لك شنطتك اللي سافرت فيها. تمام. هي ليش في حال انا الشخص طلع بجواز سفر شبيه اما اللي بيطلع بجواز سفره الاصلي ما عنده اي مشكله لانه دغري من اسمه الحقيقي بيبين معه وين شنطته. طيب قالوا لي حتجي لعندك الشرطه الملكيه بعدين. يعني مهمه العسكر الملكي اللي بالمطار شغله واحده فقط يروح يجيب لك شنطتك وبتسلمه جواز سفرك انت فقط. تمام. انت نزلت على التحقيق وين نزلت؟ هلا انا بمكتب الاميجريشن اوفيس مكتب الهجره هي العسكر الملكي هيك ما حكوا معي ابدا. بعدين الساعه 6 او 7 تقريبا اجوني الشرطه الملكيه اثنين زلمه ومره. طبعا من كثر مو حبوبين وطيبين جدا حتى هن كانوا عم يساعدوني بالشناتي ويجروا لي الشناتي. دائما متعودين لاني كل يوم عم بينزل 10 و20 واحد على اكيد بجوب. اكيد من جنسيات كثير على فكره لا حدا يفكر انه بس السوري وال مثلا واليمني اكثر احنا هذول شيء جنسيات او العراقي او العراقي اكثر شيء يعني. وفي من ضمن في روس ممكن تلاقي جنسيات جنسيه روسيه وصينيه يعني في شغلات في جنسيات سريلانكيه وهنديه يعني كلهم جايين يقدموا لجوء كلهم يعني لا تفكر حالك بس انه لحنا اللي يعني نقدم لجوء لا ابدا. المهم فاخذوني الشرطه الملكيه دخلوني اول شيء على مكتب ضمن هالمكتب في غرفه هي مثل غرفه الاستراحه فينا نسميها فيها العاب اطفال ويعني وكرسي للاسترخاء مثل تبع الدكاتره النفسيه. في هيك بوستر يعني صوره كبيره مكتوب للعوده الطوعيه الاتصال بالرقم الثاني. اوكي. المهم بعدين انا المسؤول عني كان شرطي. اجى شاهد الشرطي فوتني على غرفه فيها بصمات اخذ مني البصمات. بصمت بالعشره. اي بصمني بالعشره وشاف انه انا ما عندي بصمه ابدا بالاتحاد الاوروبي وكتب معلومات جواز سفر السوري وطبع لي اوراق. انت قدمت جواز سفر سوري وهويه سوريه؟ طبعا قدمت جواز سفر سوري وانا سوري.
نعم اني انا سوري. اوكي. فكتب لي عفوا طبع ورقه بالمعلومات كلياتها وقال لي تاكد من انه معلوماتك صحيحه باسمك وجواز السفر السوري، وقع وقعت اني انا استلمت جواز السفر السوري. عفوا اني انا استلمت جواز السفر السوري. بعد منه طبعا بياخذوا منك كل شيء، مثلا مصاري، كل شيء متعلق على ساعه، شغلاتك الشخصيه وتليفونك طبعا. بس اعطوني وقت مده ساعه تقريبا لحتى اتصل باهلي اصدقائي كل شيء، تخبروا انه انا راح ياخذوا مني التليفون تماما، وانا شبكت على الواي فاي وتواصلت معهم بكل بساطه. طبعا بالاضافه لهذا الشيء بيجيبوا لك شاي، قهوه، شغلات اللي انت بتطلبها. لطيفين كثير، لطيفين جدا، بتساعدك على الاسترخاء اكيد. المهم بعد منا قال بناخذونا على كامب، خلينا نقول مغلق، اللي كثير الناس بتقول عنه كامب مغلق، بس هو سجن، سجن المطار، هو سجن المطار، سجن اكيد، هو يعني بيقولوا عنه كامب بس هو سجن المطار. ركبونا بسياره، كنت انا وشخص بتذكر هلا، فتنا وصلنا على اول باب السجن. فباب حديد كبير ضخم جدا مثل بريزن بريك، فتح الباب شيء يعني جد مخيف. بعدين رد فتح الباب مرة تانية، بابين فعلا سجن مصفح، يعني دبابة ما بتفوت لجوا. فتنا لجوا أبدا، فعلا يعني فيني شبه لبريزن بريك، فيلم بريزن بريك، بيستلمك واحد ووحدة، بيكتبوا معلوماتك الشخصية، بتوقع على ورقة استلام، بيقولوا لك بيحطوا لك متعلقاتك الشخصية مثل ظروف نايلون، وبيعطوك الرقم سيريال نمبر له، وبعد رقم تسلسلي. وبعد منه بملابسك اللي جوا الشناطي اغلبها بيحطوا لك اياها بكياس. هو هنيك الشرطي خلينا نقول او الحارس بقدر انه انت بتحتاج مثلا هدول البناطيل، هدول الشغلات. يعني مثلا انا اعطوني ماكينة الحلاقة تبعي تبع الكهرباء، في ناس ما اعطوها، في ناس اعطوها قصاص اظافير، في ناس ما اعطوها هالشغلات يعني قلقها الشخصية. بعد منه بياخذوك بيحطوك بغرفة صغيرة، تمام؟ هاي الغرفة الصغيرة ما فيها شيء ابدا، تنتظر فيها شيء 15 دقائق، يعني مثل اجراءات يعني. بعدين بياخذوك على الزنزانة خلينا نقول. هلا القسم تبعك في المطار فيه ثلاث اقسام. قسم سجن حقيقي، هذول الناس اللي جرائم اللي فيها ثلاث شهور او ست شهور، وقسمين، قسم للاجئين اللي بيتصلن 10 ايام، باليوم العاشر بينقلوك على القسم الثاني، يعني قسم الف وباء. هلا انت اول ما بتدخل بتروح على قسم الف، بفوت بسكر عليك باب الزنزانه. طبعا قانون قانون السجن خلينا نقول من الساعه 9:30 بالليل للساعه 8 الصبح انت بسكروا عليك باب الزنزانه. طبعا عندهم ميزه خليني اقول بالزنزانه، انه انت في عندك بطاقه تليفون هن بيعطوك اياها، وبطاقه صغيره بتحطها بجهاز تشتغل فيها الكهرباء، وهي نفسها هي بطاقه مثل بطاقه البنك هون للاجئين. في مايكرويف بالغرفة، في تلفزيون، تلفزيون فيه من كل قناة، هندي، تركي، عربي، صيني، كله، وسريرين ودوش وكذا، يعني زنزانة خمسة نجوم مثل ما بنقول. حليت 8 الصبح، طبعا ما يعرفان شو الإجراءات ولا شو بدأ يصير كذا، وحسيت بالملل بصراحة، وأنا ما بعرف حدا هون كذا. أنت كنت خوفان يرجعوك على تركيا؟ خوفان رجعوني على تركيا، وبصراحة يعني ولا حدا شرح عن موضوع السجن. انا شرحت كثير على التهريب، بس اول مره نحكي في طريق المطار امستردام وتسلم حالك في قلب المطار. يعني صراحه كل اصدقائي اجوا ما حدا منهم نفس الشيء، اول شاب بيحكي لنا هيك. تفضل كمل. فصارت الساعه 8، المهم افطرت وكذا. طبعا بيعطوك وجبات اكل باليوم، وجبه رئيسيه اللي هي الغداء، والفطور والعشاء عباره عن جبنه ومرتديلا وحليب. طبعا هولندا مشهوره بالجبنه والحليب، الحليب طبعا رهيب جدا. المهم نزلت الساعة تقريبا بتذكر في الساعة 12 أو 1، في عندك حديقة بالسجن مثل تنفس، بيلعبوك كرة قدم، كرة سلة. طبعا ضمن قسمك بالسجن عندك بينج بونج، عندك فيشة، يعني في لعبة هولندية هيك تبع خشبات ما بعرف شو بيسموها هن، بلياردو وكل شيء، يعني مثل البلياردو خلينا نقول. حتى الحراس من كثر ما لطيفين هن بيلعبوا معك، بيعملوا لك اليوم مسابقة مثلا بينج بونج. طب هلا انت عم بحطوكم بيلعبوكم وما بعرف شو، أكل وشرب وقافين عليكم، طيب ما واجراءاتكم؟ تمام. هلا انت اول يوم بتصل فيه ما عندك شيء، راحه. ثاني يوم بينزلوك لتحت، او مو بينزلوك لتحت، باول يوم سوري بيجي واحد من الحراس بيعرفك، بيقول لك هون الزنزانه، هون بدك تنظف زنزانتك. طبعا كل يوم لازم تنظف زنزانتك، اذا ما تنظف زنزانتك عليك نقطه سوداء تعتبر. طبعا لازم تكون لطيف، تعاملك معهم لطيف جدا. ثاني يوم بيجي عندك الفي في ان، الفي في ان هي منظمه مساعده اللاجئين.
بيجوا بياخذوك من القسم بينزلوك على القسم الطابق التحتاني، بيقول لك اشرح لنا عن قضيتك وعن قصتك. طبعا هم الوساعات اللاجئين، بتشرح لهم وبيعملوا بيجهزوك مشان مقابله الاي ان دي. صحيح، فبيقولوا لك باخر المقابله بيقولوا لك انه نحن حنعمل لك الابروفا كيف الاي ان دي حيسالوك طبيعه الاسئله. بيقولوا لك نحن حنعين لك محامي ما بنعرف يعينهم على حسابك الا حسابهم. لا حسابهم يعني. كل شيء على حسابهم، كل شيء على حسابهم. ولطيفين جدا جدا جدا. ثاني يوم انا اجاني محامي تعرف علي وقال لي اشرح لي قضيتك. طبعا انا شرحت له قضيتي بتفصيل وقال لي طبعا انت فينك تسال عن رايك، هل قضيتك قويه مو قويه، شو محتاج اثباتات الى اخره. فهو المحامي بجانبك يعني بصالحك، يعني بيرشدك انه تشتغل الصح. بيرشدك طبعا. طبعا الفي في ان بيشرحوا لك اول ما تفوت من اول يوم، انت بيشرحوا لك اجراءات اللجوء اللي هي اول يوم الفي في ان، ثاني يوم مع المحامي، ثالث يوم بدي فيرست تبع تجيك ممرضه تسألك هل عندك أنت أمراض، ما عندك أمراض كذا. طبعاً من أهم الشغلات اللي لازم تساويها إنه أنت فعلاً إذا ما بتتذكر تواريخ أو عندك طعب ذاكرة أو تنسى أسماء وأرقام تخبر الممرضة. ليش؟ لأنه هذا الشيء بالتحقيق، وتتقول له أنا تقريباً ما بتذكر التاريخ، حيقول لك بس أنت قابلتك الممرضة وقالت إنه أنت تتذكر التواريخ منيح. تواريخ شو تواريخ يتذكر؟ يعني أنا شخص ما بتذكر التواريخ 100%. أي تواريخ؟ مثلا مواليدك أصدر؟ لا لا، مثلا تواريخ مثلا أنا ما في أشرح قبل 5 سنين مثلا ما بتذكر أحداث 100% كيف صارت، لأنه هن بالمقابلات الـ IND بيسألوك بالتفصيل الممل. فأنا شخص فعلا ما بتذكر، عندي ضعف بالذاكرة. فقلت لهم للممرضة أنه أنا ما بتذكر التواريخ منيح، بنسى. بتسجل بالملف هذا الكلام؟ طبعا، وأنا ما عندي تركيز منيح. يعني الشغلات اللي بتعاني منها عن جد أنت ولا الممرضة بكل صراحة. بعد منا بيعطوك فتره راحه تقريبا 3 أو 4 أيام ما بتساوي فيها شيء ابدا. يعني هون بنجي على مقابله البي في ان، هي منظمه اللاجئين، ساعات اللاجئين. بعد 3 أيام بيريحوك، هذا استراحه يعني. عفوا، البي في ان، بعدين المحامي، بعدين الممرضه. بعد الممرضه 3 أو 4 أيام ترتاح. بعدين وين بتروح؟ بعدين اول مقابله مع الاي ان دي. الاي ان دي هي وزاره الهجره والتجنيس. تمام. اول مقابله مع الاي ان دي بيسالوك معلومات عامه اللي هي اسمك، وين ولدت، عائلتك، مهنتك، معلومات شخصية. خلينا نقول طبعا في نقطة مهمة جدا، الأشخاص اللي بتجي بجواز سفر حقيقي. شفت مثلا أنا بجنسيات كثيرة يمنية ومصرية، كل ما بيكون عندك إختام جواز سفرك بيسألوك عنه واحدة واحدة. مثلا أنت رحت على مصر، بيقول لك بهذا التاريخ ليش كنت بمصر وشو كنت تساوي بأي فندق نازل. رحت على السعودية شو كنت تساوي بالسعودية. يعني مثلا جواز سفر مصري، أنا مصري أو أنا يمني، سلمتهم جواز السفر إثبات شخصية، فبيفتلوا في الجواز السفر بيشوفوا ختم راي على مصر، راي على المغرب، راي على واحدة واحدة. هذا ليش رحت وشو سويت وإمتى رحت. تمام. وفي أن أحد الشغلات يعني يكذبوا عليهم يقولوا والله سياحة أو شيء، لا يحكوا الصراحة. لا لا، يحكوا الصراحة عادي، ما في عندهم مشكلة. ما في مشكلة. وهذا الشيء ما بيأثر على الشيء. الفكرة مو هون، الفكرة انت كشخص لما تقدم جواز سفرك الحقيقي بيطلعوا مثل ما حكينا اول شيء على الختوم. اثنين، اذا انت كنت شخص مو خادم جيش خلاص ما بيسالوك شيء، بس اذا انت كنت شخص خادم جيش بيسالوك وين خدمت جيش وباي تاريخ وشو كنتوا تاكلوا وشو كنتوا تشربوا وشو كنتوا تخططوا ومين كان. اسئله كثيره على العسكريه كثير. يعني كانك سوري ولا يمني ولا كله نفس الشيء. هلا انا بحكي عن شخص سوري حكى لي هذا الشيء على نفس القصه يعني بتحكي. ايه تمام. بس انا شخص كوني مالي خادم جيش، هو كان خادم جيش ومعنوه كبير بالعملية. تمام. بعد منا بيسألوك معلومات شخصية مثل ما حكينا كذا، بس ما بيسألوك سبب لجوءك. سبب لجوءك بالمقابلة الثانية. أول مقابلة بس كيف جيت؟ شو كان خط رحلتك بس؟ كيف جيت؟ ومعلومات شخصية عنك. شو دفعت للمهرب وشد هيك وشد هيك؟ إيه طبعًا، بس بيروز أقلام. شو جواز السفر اللي جيت فيه شبيه مثلًا؟ شو نوعه؟ من اي بلد؟ ولازم نحكي ايش قد دفعنا للمهرب وهيك، اللي لازم نخبي الا شيء؟ لا لا، لازم نحكي. وعلى فكره هن بيعرفوا معلومات اكثر مني ومنك. يعني اذا انت مثلا اذا انت قلت له انا طالب جواز سفر شبيه، اوكي، قلت له انا دافع عليه 1000 يورو، تمام، بيني انه كذبه. هن بيعرفوا معلومات، بيعرفوا المهربين كيف بيشتغلوا. حتى اذا قلت له، اذا قال لك شو اسم المهرب تبعك، قلت له احمد محمود مثلا، دغري حيعرفك كذاب، لانه المهربين ما بيشتغلوا غير باسم حركة. مثلا ابو مريم، ابو طه، ابو عبده، ابو هيك. صح. تمام. صح، مثل المهربين اليونان. صح. تمام. طبعا بالاضافه هي شغله نسيت اقولها، بيسالك بالمنطقه اللي بتعيش فيها بسوريا. بسوريا اي مثلا منطقه، شو كنا نقول مثلا منطقه الميدان بسوريا بدمشق، اوكي. بيسالك هل منطقه مثلا الزاهره الجديده ضمن منطقه الميدان ولا لا، بيسالك سؤال حتى هذا شو تاكد انك سوري ولا لا. طبعا بيسالك سؤال مضحك، بيقول لك اذا حدا بده يجي سياحه على منطقتك كيف يعني شو المعالم الاثريه او شو الشغلات المهمه الحلوه بمنطقتك لا تقول عليها.
بعد منا بيسجل السوريين، يمكن فقط السوريين، انا شفت السوريين فقط بيسجلوا صوتك لمده 5 دقائق يتاكدوا منك سوري طبعا من لهجتك من منطقتك، انه انت مثلا بتجاي انت من منطقه دمشق، فالهجتك خلال 5 دقائق شو بتحكي؟ بيقولوا لك شرح عن كل شيء. انا طبعا حكيت عن كثير شغلات، عن هواياتي، عن شو بحب، شو بتحب بالهوايه او اي شيء، عشان ياخذوا لهجه الصوت تشوفوا انت سوري فعلا. انا فعلا يوم عملت مقابله نفس الشيء كمان سجلوا لي 5 دقائق وحكيت فيها ايش بدي اياه، وين اشتغلت بحياتي، وين، عشان يعرفوا سوري ولا مو سوري. تماما. بتخلص اول مقابله طبعا انت اي فتره او فعلا بتضمن المقابله بس تحس حالك توترت وكذا بتقول لهم انا بدي استراحه، بيطلعوك استراحه عادي مباشره مباشره، كثير حبوبين ومتعاونين جدا. بعد ما تخلص بيطلعوك من الطابق التحت، دائما المقابلات الطابق التحتاني بالسجن، نفس الشخص اللي اخذك بيطلعك على قسم السجن اللي فوق، بيدخلوك. اليوم الثاني بيجي عندك المحامي، المحامي شو شغلته باليوم الثاني؟ بيروح بتروح تقعد معه بتراجع اقوالك اللي قلتها انت. طبعا اغلب الناس، هي ملاحظه، اغلب الناس بيطلع عندها اخطاء، تمام؟ هلا هي الاخطاء ما فيني لك اخطاء متعمده، تمام، تصحيح محامي، يعني تصحيح محامي، تصحيح مقابله، ايش حكيت انت، حكيت كذا وكذا وكذا، بتقول له اوكي او لا انا حكيت هيك، بيعدل لك. طبعا ممكن المترجم يكون نقل المعلومه خطا للمحقق، فانت بدك تصحح هي المعلومات كلياتها. طيب معلش هلا معك سو قاطعتك بالمقابله، انت عم بتقابل مقابله الاي ان دي يا اخي، شيء مرهب بصراحه، شيء بخوف كذا، كاميرات فوقك كذا، هذا الا لا ما في كل هالشيء، كاميرات وخوف. شوف بيريحوك نفسيا الا بتخاف؟ لا لا، هن بيريحوك نفسيا جدا، كاميرات، ما عندك كاميرات، بيحترموا خصوصيتك جدا، حتى لدرجه انه انا وقت كنت قاعد كان المترجم لفتره نص دقيقه يمكن صار يقرب يقلب بموبايله، اوكي، يعني ترك الترجمه صار يقلب موبايله، قام قال له المحقق ترجم له لالي، فترجم لي، قال لي انه انا كمترجم عندي احيانا شغلات عاجله، فانا مضطر اطلع على موبايلي، يعني انا ما عم بتجسس عليك ولا عم سجل لك صوتك. بيحترموا كثير الخصوصيه جدا جدا. هلا احنا كاشخاص طالبين لجوء دائما عندنا هم انه حيرجعونا على البلد اللي اجينا منه، حيرفضوا لجوءنا، قديش حنضل بالسجن، خصوصا الناس اللي بتجي على السجن ما حدا حاكي عن معلومات السجن، فبيكون عندك رهبه، بس هي الرهبه هي رهبه شخصيه، بس انه بحسسوك جدا جدا بالامان ولطيفين جدا جدا. بعد ما خلصنا من المحامي اليوم اللي بعده بيجيك مقابله ثانيه مع الاي ان دي. هاي المقابله عشان يحددوا لك بدي اعطوك اقامه الا لا. تمام، هي المقابله. طيب بلا ما، طب هذا هلا نحن وصلنا، عشان ما نطول الفيديو صار بعتقد 21 دقيقه كثير والله. المهم هذا تكلم لكم وين وصل للمقابله النهائيه. المقابله النهائيه عشان يبتوا بقراره يا ترى بيطلع له اقامه ولجوء اللي يرجعوه على تركيا او يرجعوه على الدوله اللي هي فيها. وفي نصائح كثير عشان تطلع من المطار تهريب باي مطار راح ينصحكم اياها، بس مو بهالحلقه، بحلقه القادمه ان شاء الله، لاني هاي الحلقه كثير طولت والناس عشان ما تمل يعني. اتمنى تتابعني بحلقه قادمه ان شاء الله ويكملكم كيف اخذ اللجوء او تم رفضه او شلون اخذوه على الكم جابوه عندي على الكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.